تحاول البسمة أن تتسلل إلى وجوههم، لكن عبثا في ظل واقع صعب يعيشونه. هنا في مخيم الركبان تمر الساعات أطول من غيرها من البقاع مع حصار مزدوج تفرضه الميليشيات الإيرانية وقوات النظام السوري على المخيم الواقع قرب المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي. احنا عايشين بوضع مأساوي 7 سنين، وهلق صار لنا 4 5 أشهر المادة الأساسية هي الطحين. مستحيل يعني عايشين على الخضار واللبن، وهلق والله العظيم بأيام هالفضيلة فايت عجيب كم خسة ونسويها، ومواد غلاء هون بالنسبة ليش يعني طريق محاصرين. عقاب جماعي يواجهه سكان مخيم الركبان مع منع قوات النظام دخول مواد أساسية إليه كالطحين والمياه لدفعهم للهرب إلى مناطقه حيث يخافون أصلا العودة إليها. ما بيش يعني يتقدم لا أطفال وقاعدين بدور، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله خايفين من الرياح إنه يقعن. عم نشتري خبز علف للأغنام عم ناكله احنا وأطفالنا، تاني السحر بي أو نفطر بي بثب مي أو بشغلة برد قاسي طين جوع قل الطبابة. كانت هذه المنطقة القاحلة ملجأ للعائلات الهاربة من قمع قوات النظام مطلع عام 2013 لتكون محطة عبورهم الأولى إلى الأردن، وما لبثت أن تحولت إلى سجن كبير بعد تخفيض مفوضية اللاجئين الأممية أعداد الداخلين للمخيمات الأردنية، لتتبدل معها الخيام إلى مساكن ثابتة في أرض لا تشبه الوطن ينتظر ساكنوه رحين نظام أذاقهم الويلات.